السلام عليكم خوتي خواتاتي عشاق أزاد ثقة، كما عودناكم دائما بجديد للفيديو تاعنا اللي كنا تشوفونا انا وخو خالد. اليوم انا وخويا خالد راح نشرح لكم هذه لاشوب بيانو اللي غابت في محل أزاد ثقة. أزاد ثقة قمت المشاهدين تاعها وزبائن وفرناها وان شاء الله نضربوا عليها لمحه ونزيدوا نشرحوها لكم. واش قال خويا خالد؟ السلام عليكم، مرحبا بكم ازول فلاون. راكم توجور في الشروم تاع محلات أزاد ثقة. قبل ما نبداو باللمحه وقبل ما نبداو بلاشوب، بارك الله فيكم اللي توجور راكم مابونين معنا، راكم بالجام. نوصيكم على حاجه خويا حليب، البافيت حالا ما يشتشكر، ربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله. كوراج بكوراج سوتو الجنود، كما يقول القمصان البيضاء حاب يقول طبة تاعنا، ربي يعاونكم وربي يكون معاكم. نبدا بلاشوب خويا حليب. لاشوب بيانو، لاشوب البيانو اللي فيها 2 متر 70، فيها 2.70 في الطول تاعها، والعلو تاعها فيها 2 متر 10، حاجه ما شاء الله. حليب خويا نبداو بالمليو تاعها، واش قلنا على المليو تاعها؟ المليو تاعها حنا اللي خدمنا فيها دو بورت ابانو بالزيت نوار، ودو بورت في الوسط بالزيت برو. خاوتنا هذه بيانو اللي خرجت قوه الله يبارك، وصلت عليها الطلبيات بزاف. أزاد ثقة خدمت المشاهدين تاعها والزبائن وفرناها خويا خالد. هذه لاشومبر اللي راكم تشوفوا فيها كات بورت، مخدومه توجور بلو بوا اتر ماسيف ترومي شوا، حاجه اللي مليحه في محل أزاد ثقة. توجور انا نقول لكم السلعه والجوده والسعر، كما يقولوا التوصيل مجانا بلا ما تكسروا لسانكم، اتصلوا توصلوا عندكم. المليو تاعها اللي فيها دوبل دريسينغ بلوس دوبل طاجير اللي هنايا، زوج دفات تحطي فيهم الدوزان. كوتي غوش تاعها، كوتي غوش تاعها من ثم حالي خويا وري لهم واش فيها. لو كوتي غوش خاوتنا توجو في محل أزاد ثقة، نخدموا دائما بليت ساعة وتوجو ندير لكم ربع لي زيتاجير. كي نقولوا ربع لي زيتاجير نقولوا خمس طبقات، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة، تلفت خيرك يلا خاوتنا. وزيدنا لكم ملاحظة، حنا لاباس تاعنا هي لافينيسيو، لا ما كانش لافينيسيو ما درنا والو خويا خالي. الأول كوتي دروا تاعها كيما قال خونا حاليا توجو ربع دفات، واحدة زوج ثلاثة أربعة والخمسة من تحت، تلفت كيما قال خيرك يا ربي. المرأة مش راح تقلق كاع، هذه لاشومبر 4 متر على 4 متر، حاب يقول الشومبرة تاعك تجيك بالوسع. نروحوا لولي تاعها، لولي تاعها كيما راكم تشوفوا، لولي تاعها 160 على 190، درنا لكم كابيطوناج هنايا راهو بسكاي برومي شوا. وزيد نعطيكم لحظة خويا خالد، حنا لولي اللي دايرينو هنايا لو كادرمون كاع بواءات يخرج بال 45، واش تشوف في ليلي ولا في لا كادروب ولا في لا كوفاز خدمه واحد. عاد تشوفهم كاع في ليفينيسيون تاع هنايا 45 كوب 45، حنا كي نقولوا 45 كوب 45 حاجه اللي تجي فيني. لولي تاعها كيما راكم تشوفوا 160 على 190، هنايا في لافون تاعها ثاني كيما راكم تشوفوا كامل اونبوا، يخرج سيمبل لي بون. نروحوا لطب دلوي تاعها، لطب دلوي تاعها اللي فيه دوبل تيروار مع قاعده زجاجيه من الفوق. ها ليكم خاوتنا لي دو طاب دنوي هنايا اللي تجو ما شاء الله فيها بيان فيني. وتوجو نخدمو بالرايا التركية، حاجة من نوع الرافي خاوتنا، لا فينيسيون واش تشوف في لا كادروب ولا لا كوافاز ولا ليلي، طاب دنوي خدمة واحدة. لا كوافاز تاعها، لا كوافاز تاعها كيما راكم تشوفوا ستيل بيرو، توجو ستيل بيرو، حاجة اللي كيما يقولك فيها 6 لتروار، فيها 6 لتروار كيما قال أخ حالي توجو رايا هنايا الكليسون تاعها ترك. اللي تجيكم سهلة على لا فينيسيون، قاعدة زجاجية من الفوق في النوار، في النوار بلوس لونكادرومو تاعها كيما قلنا لكم كوب 45 كامل بوا اتر. وزيد هذا خويا ملاحظة، شو لا فينيسيون؟ ما تشوفهاش غير في لا كادروب، تشوفها في لا كادروب ولا ليلي ولا لا كوابيس ولا طاب دلوي، خدمة واحدة. في الأخير واش نقول لكم خوتي؟ اتصلوا بينا، لو باك تاعنا راهو باين. باك واش فيه خويا حليم؟ الباك هذايا توجو يبقى في محل أزاد ثقة، توجو يبقى بروموسيون. واش فيه؟ فيه ماطلا ديترونت، سومي كوفري، بورت مونتو، زوج مخايل، مسند، وبوف تاع ليش، أو ليو ليتي تاع 6 مليون، في محل أزاد ثقة تبدا 3 مليون 500 برك. خاوتنا ولا لاشومب هذيا توجو يبقى السعر هو هو. هو هو 22 مليون و 800 مع النقل لجميع الولايات مجانا، حاب يقول اتصل. من تندوف، من عنابة، من قسنطينة، من وهران، من شلف، من أي ولاية، حنا تكون حاضرة عندك في دارك وخلصي دارك يا مبارك. علينا غير ما نقول لكم في الأخير بعد عليا. هذه هي. خاوتنا إن شاء الله نقولوا دائما كما عودناكم، دائما خفاف عليكم كما عودناكم، وإن شاء الله ربي يرفد علينا هذا البلاء. خاوتنا ما تنساوش لي بافات واستحفظوا على صحتكم. وش نقول لكم؟ أي حاجة تعجبك في محل أزاد ثقة، أنت اتصل وقعد في دارك وحنا واش نديروا؟ كثرنا من الجام، كثرنا مابونين، نوصل لك السلعة وين تكون. وخلص في دارك. آخر الكلام، سلام.
بارك الله فيك.